أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. ومع هذا السن سن اللقاية انطلاقة سليمة لشوطنا السابع عشر، شوط خاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل من الأشواط المفتوحة في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المثير. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نتابع الصدارة، نسير بمقدمة هذا الشوط، وأرهني أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الصدارة والبداية والمقدمة وحضور اللي قادة المجموعة بالشعار سعيد بن منانة بن غدير. من يتقدم؟ من ينطلق بتحديات هذا الاسم الحاضر بكل قوة؟ تليها مع المركز الثاني من الجانب الآخر تتقدم تتسلل جبارة بشعار أحمد بن سالم بن زعيتر العامري، وعلى مستوى المركز الثالث من الجانب الآخر مغث عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي ياتي على مستوى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، نتابع الاسم القادم، نتابع التسلل من الجانب الاخر. تصل تتقدم الظبي حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري، يتابع الظبي بهذا الانطلاق وعلى مستوى المركز الخامس. اسم اخر ايضا يتقدم في هذه اللحظات مرعبة، محمد بن مطر بن راشد بن رقراق المزروعي ياتي بتحديات مرعبة، تتسلل تتقدم مع المراكز المتقدمة. المركز السادس من الجانب الاخر غزر لعبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع، انطلاقة محبوبة لسعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري، ومن الجانب الاخر التقدم الانطلاق التحديات القلاده لعلي بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري، تتسلل مع المراكز المتقدمه. نتابع المركز الثامن والقدوم في هذه اللحظات، نتابع البصرة محمد بن ضيب راشد الدرعي، وعلى مستوى المركز التاسع تصل تتقدم تنطلق تندفع حرايب ابراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي. ومع المركز العاشر ارى القدوم من الذيبة لصالح بن خباب بن مرشد المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى أول تحديات هذا الشوط. ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. لنا عودة مع الصدارة ومع بداية هذا الشوط ومع المقدمة ومغثة قادة المجموعة بالشعار عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي القادمة من السلطنة بتحديات هذا الشوط. ومع هذا الانطلاق الواضح والباين على الصدارة تليها مع المركز الثاني تاتي مرعبة محمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي، يقدم مرعبة مع المركز الثاني. ثالث المراكز تصل تتقدم غزر لعبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، ومن الجانب الآخر ولكن وصول من الذيبة صالح بن خباب بن مرشد المنصوري، يقدم تحديات الذيبة مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات قلادة لعلي بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري، وصلت الأسامي، وصلت الشعارات التحديات في هذا الشوط. ومن الجانب الآخر مع المركز السادس أرى التسلل، أرى شعار بن حماد القادم أيضا مع هذا الانطلاق المثير ومع هذا التحدي الجميل والرائع. مياس ناصر بن خويتم بن بخيت العامري يقدم مياس، تتسلل مع المركز السادس. المركز السابع انطلاقة الظبي سالم بن مطر بالدوي العامري، يقدم تحديات الظبي بأول ندى، تتقدم مع المركز السابع.
ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات. مياس حمد بن علي بن محمد المالك الجهني يقدم هذا الاسم مع المركز الثامن والتاسع الانطلاقات، تاسع التحديات. التماس عبد الله بن خليفه بن عنتر الغفري ومع المركز العاشر. تصل في هذه اللحظات تتقدم الشامخه منصور بن حماد بن سالم الاكتبي. هذه النتيجه، هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمه بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير ومرعبه. قاده المجموعه بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، محمد بن مطر بن راشد بن رقراق المزروعي، ولكن الخطوره من غزر لعبد الله بن سالم الخريبان النعيمي بالدوي قادم ايضا بتحديات الظبي. سالم بن مطر بالدوي العامري يقدم تحديات الظبي والتماس مع المركز الرابع لعبد الله بن خليفه بن عنتر الغفلي. القدوم من مطفيه ابراهيم بن حمد بن محمد الدرعي، ولكن اللي انطلقت بالصداره التماس عبد الله بن خليفه بن عنتر الغفلي. باعدت المسافه. السلامات لاهالي الراشديه بامارتهم القيوين. ينطلق من عنتر سلوب، سلام للبسه، سلام للراشديه بهذا الانطلاق المثير. تهانينا لمالك التماس عبد الله بن خليفه بن عنتر الغفري. تصل الى خط النهايه بدون اي منافس. المركز الثاني غزر عبد الله بن سالم الخليباني النعيمي. المركز الثالث مرعبه محمد بن مطر بن دحروي، عفوا محمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي مع المركز الثالث. والمركز الرابع مطفيه لابراهيم بن حمد بن محمد الدرعي. المركز الخامس جاءت نشرة المبارك بن يمعة بن مغير الأخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. 7:28 جزئين من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام والسلامات لأهالي الراشدية بإمارة أم القيوين بهذا الانطلاق المتميز. وسلام بن عنتر سلام بينما الأسرت مع المركز الثاني. شعار الخريباني أيضا جاء مع المركز الثاني. 7:31 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك غزر عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي واللي وصلت مع المركز الثالث مرعبه بشعار محمد بن مطر بن راشد المزروعي. التوقيت الزمني 7:32 وثلاث اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر والاشواط